في الاول كنت في الكوزينه كندوخ وكنبقى نبكي. ديك الليله سكر عليا داك الصداع اللي كان كيبات فايقه وبات ما نعش. ما كنتش نقدر نمشي للحمام نهائيا. كون كنمشي للحمام كنقول غادي نموت. غادي نركب شي تران غادي نموت. كيسمع هذيك الرقيه هذيك شغل قلت لك تحسن ولا الانسان عادي؟ ولا انسان عادي ما انا نخلعت فيه. الطبيب حتى تعياي وهاد الدواء راه ما كاينش بحالو. انا جربته صحيح داك الشيء ما فيهش الكذوب. دواء نيت. اعشاب طبيعيه وهذه الاعشاب زوينه مزيانه. مجموعه كامله بصراحه انبهرت معناها. يرحم والديه وربي ربي ان شاء الله يبارك له في صحته وفي ذريته ويبارك فيه ويطول في عمره. ما كانش نشوف هذا الانسان ونشكره. الله يلاش لان الوالده ديالنا جرح لقانتها. وفضل الله وفضله هو. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كنرحبوا بكم مجددا على قناتكم الحقيقة الفضائية. اليوم كنتواجدوا بقرية بومحمد اللي هي منطقة قروية من نواحي مدينة فاس والمعروفة تبارك الله بزراعة الزيتون. كيف ما كتشاهدوا معنا الأشجار ديال الزيتون منتشرة بشكل كبير. جينا لهذه المنطقة خصيصا باش نقدموا لكم حالة سيد أحمد زهير اللي كان كيعاني من المس والسحر لمدة 6 سنوات. خلفت عنده مجموعة من الأعراض النفسية أيضا اللي خلاه أنه يلتجأ لمجموعة من الأطباء الأخصائيين وأيضا الأطباء النفسيين، وخدم مجموعة من المسكنات اللي ما جابتش نتيجة إيجابية. ولكن تعرف هو كذلك على مركز الدكتور الهاشمي للأعشاب الطبيعية عن طريق قناة الحقيقة الفضائية، ومنذ استعمال الجرعة الأولى الحمد لله تحسنت الحالة دياله ومعظم الأعراض ديال المس والسحر اختفت إلى أن يعني أتم الجرعات المتبقية. تابعوا معنا هذه الحلقة باش نتعرفوا عن حالة السيد أحمد زهير. معكم محمد زهري. السلام عليكم، معكم محمد الزهري من مدينة قرية بو محمد. أنا كنت نعاني من المس والسحر والعين شي 6 سنين هذه، والتجأت للمركز ديالكم وأخذت 9 جرعات وجاب الله عليهم الشفاء إن شاء الله بإذن الله. المهم اخذت من عندكم 9 جرعات وجاب الله الشفاء عليهم. شي حاجه تتحرك في الجسد ديالي كي بحال المهم ما تنقدر شي نقرا كي بحال هكا. المهم كي بحال هكا ما تقدرش نراجع القران. المهم او نحو ذلك. المهم ما بقيتش نعس في الليل، تما اكتشفت بلي كاين شي حاجه. المهم بقيت ندير الرقيه الشرعيه، بقيت تتحرك شي حاجه في الجسد ديالي. المهم تما صافي عرفت بلي راه كاين شي حاجة روحية ماشي عضوية. مشيت للطبيب وقال لي ما عندك حتى حاجة. المهم تما عرفت بلي كاين شي حاجة روحية. نعم مشيت تبعت مع الطبيب النفساني شي 3 سنين وكاكا. شنو كان كيقول لك؟ المهم تيقول لك ها الأعصاب، والمهم تيعطيني الدواء تيهدأ. المهم هذاك الشيء اللي كاين. المهم 3 سنين في الآخر صافي. المهم بقيت ندير الرقية الشرعية، بقيت ترتاح تما التجأت للمركز ديالكم. ما طحش شي، ولكن كنت نراجع القران، اللسان ديالي كان تيتقال هكاك. المهم بقيت تنسول وبقيت هكاك هادشي اللي كان. المهم اكتشفت بلي بحكم اني تنقرا القران وتراجع القران تما صافي راه انت ندير الرقيه الشرعيه ترتاح. ولا وراك عارف هما المهم كل ما كان القران الكريم تيبعد هذاك المرض. المركز شفته عن طريق التلفاز، اكتشفته عن طريق التلفاز طلعت اول مره. والمهم ما قالوا لي خاصك تطلع وتولي. المهم طلعت خلصت الجرعه الاولى وقالوا لي ترجع سيمانه، واللي طلعت ليها وجدتها. هذه راه شي 3 سنين وانا متبع معكم وجاب الله الشفاء الحمد لله. تنعس الحمد لله، بقيت تراجع القران عادي. المهم ما بقيتش كان المهم ما الناس ما نحملهمش كي بحال هكا، بقيت نجلس معاهم. المهم كل شيء ولا حياتي الطبيعية الأولى كيف كنت. المهم الحمد لله خدام في الدار وصافي، وتنفكر أرجع نزاول المهنة ديالي ديال القرآن الكريم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، كيف ما تابعتوا معنا في حلقة اليوم كانت هذه هي حالة السيد أحمد زهير اللي كان كيعاني من المس ومن السحر، والحمد لله الآن هو في صحة جيدة ورزق بالشفاء التام بفضل الله عز وجل أولا، وبفضل المنتجات الطبيعية اللي كتنتجها مراكز الدكتور الهاشمي. نترككم دائما في صحة جيدة، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة مع موضوع جديد وحالة جديدة، وبقوا معنا على إيقاعات هذه الصور الخلابة للمنطقة.